اليمن تعلن صنعاء ترسل تعزيزات كبيرة من 4 محافظات عقب مخاوفها من عملية عسكرية جديدة لتحرير هذه المحافظات الهامة. تفاصيل الخبر، أهلا بكم. كشفت مصادر محلية عن تحركات عسكرية لقوات صنعاء مكثفة لإسقاط محافظة نفطية جنوبي اليمن في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. وقالت المصادر كثفت خلال الساعات الماضية تحركاتها العسكرية على تخوم مدينة بيحان في أطراف محافظة شبوة النفطية. وحذرت المصادر من عودة المحافظة إلى مربع الحرب في ظل استمرار الانفلات الأمني وعودة الثارات القبلية والاغتيالات. ومنذ أشهر تشهد محافظة شبوة اضطرابات وانفلات أمني مع تصاعد السخط الشعبي ضد السلطة المحلية التي تتجاهل حل تلك الأزمات وفق مسؤول محلي سابق.